محمد جاني نفسي السراج المبين هو الشافع في الاخره وهذا طنيط الخير نبغوا في مولا نفسي تبلغ بالتحرير يا شيخي عن طفره عنده راحت عقلي ليه نسيت انا يا اهلي منو يحلى عسلي زور الفاس البالي زور الفقرة هم أهلي ثم طرعان حليم يعطيه الفتوى واسأل صاروح على ذات وين كان ما تزمع الصدق مع الإيمان والنيامات بتحسد أبو الله.